مرحبا، انا نورة العمر في فقرة لقاءات نورة، واليوم موضوعنا عن رمضان. راح نسأل الاطفال ايش يسوون في رمضان، وهل يحبون رمضان، وهل هم مجهزين رمضان او لا، ويحبون يساعدون امهم بالبيت، وايش اكثر اكله يحبونها. فتعالوا معنا نروح نشوف. رمضان جانا فرحنا. شو اسمك؟ لارا. نوف. يوسف. لطيفة. كم عمرك؟ 8 سنين. 5. 8. 6. صف كم؟ ثالث. روضة. ثاني. أولى. مستعد للرمضان؟ إيه. مرة؟ إيه. تحبين رمضان؟ إيه أحبه، عشان نقدر نصلي في صلاة التراويح، ويعني نقدر نصلي صلوات، نقدر نسوي العمر. طيب تصومين؟ لا. تصومين؟ لا. طيب وش تسوين دائما في رمضان اذا ما كان عندك شيء؟ نصلي ناكل نلعب. اقعد اصلي ولا ادعي او اقرا قران. اني اروح اصلي واصوم وأنام. أصل صلاة التراويح. إيش أكثر أكلة تحبينها برمضان؟ سمبوسة. طبعاً مقلية ولا شو اسمه بذاك الجهاز؟ لا مقلية. تيم واحد. سمبوسة. أحب جيمات. كلهم أحبهم. يعني تحبين سمبوسة، تحبين كل شيء. تساعدين أمك بالبيت؟ يعني برمضان؟ لا. لا ما تدينا؟ لا. وش تسوي معها؟ ساعدها.